اهلا وسهلا بحضراتكم. انا طيب غريب معاكم من معبد الكرنك، انا مدير معبد الكرنك. النهارده شرفنا بالزياره معالي رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير السياحه والاثار، معاهم الدكتور الامين العام. كانوا في زياره تفقديه لبعض المشروعات اللي بيتم الشغل فيها وافتتاحها، بعضها افتتح جزئيا والبعض الثاني مستني ان شاء الله الفتره الجايه هيتم افتتاحه بالتتابع بالتنسيق مع وزاره الاثار. من اهم المشاريع اللي تم افتتاحها كان الجزء الاول من طريق الكباش، طريق الكباش اللي موجود في الفناء الاول لمجموعه معابد الكرنك، تم افتتاح الجزء الجنوبي منه. طبعا الكباش دي كانت في حاله سيئه لانها كانت مرممه سنه 1970 بمجموعه من كسرات الحجر والطوب الاحمر والاسمنت الاسود اللي تم منعه من اكثر من حوالي 20 سنه العمل في الاثار، ولذلك بيتم انتزاعه واستبداله بمواد حديثه بالتنسيق مع هيئه اليونسكو. تم افتتاح الجزء الاول، حوالي 29 كبش تم افتتاحهم برضو عن طريق معالي الوزير وسيد الامين العام. حاليا بيتم العمل في الجزء الثاني اللي هو في الناحيه الشماليه، وبيتم التمهيد برضو لافتتاحه ان شاء الله قريبا عن طريق وزاره الاثار. نفس الكلام برضو بيتم عمليه تنظيف، عمليه ترميم، عمليه تقويه للاجزاء المختلفه من التماثيل لاعاده وضعها في اماكنها الاصليه مره اخرى بعد انتهاء المشروع. تفقد برضو معالي رئيس الوزراء المشاريع اللي بتمتد على المحور الجنوبي لطريق الكباش. برضو من المشاريع المهمة المشروع اللي ورانا هو عملية ترميم وتنظيف أحد الأعمدة داخل صالة الأعمدة لإظهار الألوان اللي عليها. احنا عارفين أن أغلب الأعمدة اللي موجودة، 134 عمود اللي موجودين في وسط معابد الكرنك، أغلبهم عليهم بقايا النقوش والألوان اللي تمت في عصر الملك رمسيس الثاني وأبوه الملك سيتي الأول في بداية الأسرة 19. بيتم حاليا عملية ترميم وتنظيف وتقوية أحد الأعمدة تمهيدا لاستكمال الأعمال على باقي الأعمدة إن شاء الله في المستقبل. من المشاريع المهمة بقى على المحور الجنوبي لطريق الكباش واللي بيتم التمهيد لافتتاحها مع إن شاء الله بالمواكبة مع افتتاح طريق الكباش، وده الأساس بتاع الزيارة، عندنا مجموعة من التماثيل واللوحات اللي بيتم ترميمها وإعادة تركيبها مرة أخرى. طبعا من أهم هذه اللوحات كانت اللوحة اللي تم افتتاحها من حوالي شهرين عن طريق وزارة الآثار. اللوحة دي هي أكبر وأضخم لوحة في تاريخ معابد الكرنك، بترجع لعصر الملك أمنحتب الثاني منتصف الأسرة 18، والملك أمنحتب الثاني كان ليه صولات وجولات في الشمال الشرقي من البلاد لصد هجوم الأعداء على الدولة المصرية، ولذلك قام بتسجيل مجموعة من الذكريات، مجموعة من الأحداث على مجموعة من اللوحات، مجموعة انتصاراته. ومن هذه اللوحات اللوحة اللي موجودة على المحور الجنوبي لمعابد الكرنك، وهي أضخم وأكبر لوحة في تاريخ معابد الكرنك، بيصل ارتفاعها لحوالي 5.80 متر، يعني تقريبا 6 متر، وبيصل وزنها الى 16 طن. طبعا هي كانت مجموعه من الاجزاء تم تجميعها مع بعض، حتى انه في بعض الاجزاء منها تم جلبهم من اسيوط شطب. ليه؟ لان معابد الكرنك في العصور الوسطى تم استخدامها كمحاجر، كانوا بييجوا اللي عايزين يعملوا الرحايا اللي بتستخدم في طحن الغلال وبتستخدم في عمليه عصر الزيوت المعاصر، كانوا بياخدوا الجرانيت. طبعا اسهل انهم بدل ما يروحوا اسوان يجوا معابد الكرنك، وللاسف كانوا بيكسروا المسلات والتماثيل اللي موجوده، اللوحات اللي موجوده في معابد الكرنك، وبياخدوا اجزاء منها عشان يعيدوا استخدامها في عمليات المعاصر الزيوت والغلال، مطاحن الغلال. تم جلب هذه الاجزاء بالاضافه للاجزاء اللي كانت موجوده الاصليه، وتم تركيبهم مع بعض، وهي اللوحه اللي موجوده حاليا، وهي تعد اكبر واضخم لوحه في مجموعه معابد الكرنك. شهدت بقى الزياره اهم حاجه بقى ان معالي رئيس الوزراء برضو زار الامتداد بتاع طريق الكباش، خاصه من الجزء الجنوبي في معابد الكرنك وحتى الجزء الشمالي عند معبد الاقصر. بنتكلم عن 2750 متر تقريبا، بيتم حاليا عمل مشروع ضخم جدا للاضاءه، تقريبا خلصنا الاجزاء الكبيره منه. مشروع الكباش نفسه الحمد لله تقريبا بنتكلم عن اكثر من 90% من المشروع تم الانتهاء منه، بيتم حاليا وضع اللمسات الاخيره تمهيدا لافتتاحه ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله بالتنسيق بين رئاسه مجلس الوزراء ووزاره الاثار والجهات المعنيه باذن الله.